المدينه هذه والقطاع الرياضي والممارسات اللي تمر بها سينا بلايص وكالقريه الرياضيه وملاعب اخرى كنظن غيدعموا اكثر واكثر باش طنجة تمشي في الطريق هذا ان شاء الله. وشكرا جزيلا. واليوم الحمد لله احنا وصلنا لهذا العام اللي هو كنا نقوموا به هذه السنين وصلنا لهذا الانجاز اللي خدينا لقب واللقب اللي هو غالي وكان هديه غالي علينا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نسال الله. نشكروا الجمهور الكبير ديالنا ديال مدينه طنجه حتى ثاني احسن جمهور الجمهور اللي عندنا على الصعيد الوطني لان هو واحد الوحيد اللي كان من سبب ديال الانجازات هو الجمهور الكريم لان ما نساوش دور الصحافه اللي في الحقيقه كانوا وراءنا وكانوا كيشجعونا وواقفين معنا فتا هما مشكورين. Partido.